عليكم ورحمة الله. بالله عليكم شاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا هذا الراحل من صالح دعويكم، جزاكم الله خير الجزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعيدا عن كرة القدم، انتقل اليوم إلى دار البقاء الفنان محمد بسمحة، وذلك إثر حادث سيارة. تعرض هذا الفنان لحادث سيارة هنالك في بلجيكا مساء البارحة، استدعى نقله مباشرة وعلى وجه السرعة إلى أحد المستشفيات، حيث لفظ هذا الأخير أنفاسه الأخيرة هنالك وينتقل للقاء ربه. وعلى حسب مصادر مقربة كانت حاضرة وشاهدة على الحادث مساء البارحة في الأراضي البلجيكية، قالوا أنهم وجدوا مصحفا في سيارته بعد الحادثة. الراحل رغم أنه كان فنانا إلا أنه كان دائما حريصا على قراءة القرآن، وقد يكون هذا الأمر آخر ما قام به الراحل قبل الحادثة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أنا ومن قال آمين. جزاكم الله خير الجزاء، لا تنسوه من صالح دعاويكم.